بعدين اذا مفكره هي دموع التماسيح رح تخليني اقتنع بكلامي فبتكوني غلطانه. حتى التماسيح سيدي بتاتيني باولادها وما بتهملها. انا ما اهملته والله ما اهملته. انا كان عندي مشوار ضروري وقال لي ما بطلع من البيت، بس هو واحد حقي زفل. ترمي نفسك يا مدام ولا تحكي هيك الفاظ قدام سياده الرائد. اعدلي لسانك واحكي مثل الخرع. والله يا ابحك الصح، والله يا ابحك الصح. لك هات ابني، ابني يا عالم ابني. لا ما بعيونك، لك هذا طفل، طفل مخلوقة تتركه أمانة بين إيديك بتقوم تحمل حالك تتركه وتمشي؟ سيدي أنا ما كنت بالبيت، ما كنت بالبيت سيدي، هي وحدي كذابة، أنا رحت لعند أمي وهي اللي كان بالبيت والولد ما كان نايم. كذاب ولا؟ سيدي أنا أب وما في أب يرخص بابنه، معقول أترك ابني نايم وأطلع برات البيت؟ على القليل كنت أخذته لعند ستو. سيدي هي وحدة خليها لله. شلون يعني خليها لله؟ وضح كلامك. سيدي هي تاركي بيتها وحاملته، مو بس ابنها، يعني لا غسيل لا جلي لا طبخ ولا شيء. إذا بدي أكل بروح عند أمي، وهي مو أول مرة بتترك ابنها نايم بتطلع برات البيت. لا هي إذا كان نايم سيدي بيكرهني. إيه بيكرهني، بيكرهني وبيكره ابني. إيه بيكره ابني. أنت منتبه على حالك كيف لسه بتقولي ابني ابني ابني؟ ولا مرة ذكرتي قلتي ابننا ابنه؟ لأنه ابني مو ابنه. هو كل شي اللي بده مني فيزا ليسافر فيها على روسيا ليستلم الشغل تبع أبي. يعني هذا الطفل البريء ابنك مو ابنه؟ ايه. طيب بيكرهك وبيكره ابنك وانت رافعة عليه دعوة منشان يطلقك، بتقومي بتتركي ابنك معه بالبيت لحاله؟ شاطر سيدي، هي وحدة متفقة معه. سيدي رح يختنق، والله رح يختنق. لك هذا ابني، ابني ما عندي غيره. وتكون يعني احكي رح طق، رح طق يا عالم، رح طق اختنق. جيب لها مي يا مساعد جميل، جيب لها مي. حاضر سيدي. سيدي اسألوها لوين راحت وراح تعرفوا لحالكم هي ومين خططت لي اللي صار. سيدي انت بتعرف شو معنى كلامك هذا ولا؟ بعرف سيدي بعرف، لانه هي قصة سلة الغسيل على البلكون مو بريئة، يمكن تكون هي بريئة منها، بس يعني انتو اذا دورتوا وسألتوا راح تريحوني شوي وتاخذوا لي حقي من يلي قتل ابني. يعني اللي بفهمه من كلامك انك عم تتهم حدا معين بقتله وعم تتهمها إلا بالإهمال، ولا كمان هي مشاركة بقتله؟ سيدي ما بعرف، يعني انتو الحكومة وانتو بتقدروا تعرفوا كل شيء. أنا بس بدي حقي، حقي وحق ابني هالمسكين. ابنك ما هيك؟ ايه سيدي ابني. لكان شو؟ لكان شو؟ هي بدك تحكي لنا اياها. سيدي حكيت له كل شيء. لا بس أنا في شغلة واحدة بس بدك تحكي لي إياها. الولد ابنك ولا مو ابنك؟ شفت سيدي شفت؟ في حدا مخطط لهذا الشيء وبدهم يلزقوها فيني. هاي وحدة بلا ضمير. سيدي لكان هاي صورة وحدة متجوزة؟ احترامي سيدي. اهلين جميل. هاد موبايله. طيب شوف لي اخر مكالمه صادره واخر مكالمه وارده. حاضر سيدي. اخر مكالمه مستلمه دكتور فايز، واخر مكالمه صادره كمان دكتور فايز. شو يا فوزي؟ ايه سيدي. ايه نحن على الطريق. لا لا كله تمام. يلا 10 دقائق بنكون عندك. مع السلامة. سيادة النقيب أنا لحد هلا ماني فهمان شيء. شو عم بيصير؟ احترامي سيدي.
أهلين فوزي. صار بمكتبي مثل ما أمرت، ما بيعرف شيء. إجمالاً ورطوا بعضهم، والحكي اللي حكاه جوزها صار القصة فيها جريمة قتل، ما عادت محصورة بالأهمال. طبعاً حكي اللي حكاه هاني بمثابة بلاغ ضد الاثنين سيلفانا والدكتور فايز. كمان الخبير البصمات لقى بصمات للدكتور بالبيت، وهذا أكيد رح يفيدنا بشي. خلينا نواجهه نشوف شو بده يحكي. مشرف، أنا بكرة بعطيك رقم موبايله إذا بدك حاكي بعد الساعة 5. أنا ما راح أتصل فيه ولا راح أحكي معه. عفوا يا جماعة، ممكن نفهم أنا ليش هون؟ أهلين دكتور، أنت خبرنا ليش أنت هون؟ ليش الأمن الجنائي عادة بيستدعوا حدا لعندهم؟ الحقيقة أنا من حقي أعرف، لأنه إذا في شيء مهم بحكي مع المحامي. حقك، وبإمكانك من هلأ تفكر بالمحامي اللي بدك تجيبه. صحيح فيك تجيب سيلفانا تدافع عنك، بتعرفها لسيلفانا ما هي؟ سيلفانا؟ طبعا بعرفها. وبتعرف بيتها وجوزها وابنها؟ بعرفهم، وبعرف ادق التفاصيل عنهم، ولحتى اكون واضح اكثر، الطفل مو ابنهم. شلون يعني مو ابنه؟ قصدي انه هو ابنها، بس مو ابن جوزها. عم تحكي بصفتك الطبيب اللي ولدها ولا عشيقها ولا شو؟ أنا عم بحكي بصفتها أم ابني، ومن قبل ما تتجوز. عندك استعداد تواجه جوزها هاني بهذا الحكي؟ طبعاً، بس قبل ما واجه حدا بتمنى أعرف شو تهمتي. أنت في مشاكل بينك وبين هاني؟ سرق لي ابني وحطه على خانته وأعطاه اسمه، وأنا بصراحة بدي استرجع ابني وهم ابني. أنا عم بحكي بوضوح، وإذا حابين تعرفوا كيف هو ابني كمان بحكي بوضوح، بس بالأول بدي أعرف شو تهمتي. برافو، يا محضر أجوبتك كتير منيح. من إمتى بتعرفها لسيلفانا؟ عم بسألك من إمتى بتعرفها لسيلفانا؟ ما بدك تجاوب؟ وجه التهمة، تسمع كل الأجوبة. ميسر، جيب لي هاني. بوس ايدك جاوب، ولد مات. شو بتتوقع يعني من طفل عمره سنة وثلاثة شهور وقع من على البرندة ينزل عم يركض ركض بالشارع؟ الله أكبر، الله أكبر. سيدي هذا مو أبوه للولد. أنا أبوه. هو عليك يا كلب، في وصلت معك النداري لهون؟ ولك خلاص أحسن ما قصنك سالك ولا؟ طيب يا سيدي خلاص. عملتها يا هاني. سيدي لا تصدقه، لا تصدقه، ما في أب بيقتل ابنه. صح صح، ما في أب بيقتل ابنه. صح سيدي، ما في أب بيقتل ابنه.
سيدي. ميسر. حاضر سيدي. خذ لي 2 على الحجز. حاضر سيدي. حركش فلوق.